يا عنابي عنابي الى جماهير الادعم في كل مكان، تهانينا والناموس نزفها. وعطني هذا الفارق يا مخرج، نشوف الفارق على الكادر التحتاني تقريبا 200 متر او 100 متر تفصلها عن البكار. سلام لهجن الشحانية، سلام سلام يا الشبل، سلام سلام يا الذهبي، سلام. اذا هذه منحاف تضرب بيد من حديد على اول اشواط اللقاية في المهرجان لتطمئن الشبل جابر بن سالم بن فاران على هذا المستوى الفنان. سلام يا منحاف، سلام، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على اختطاف منحاف وانتزاعها بكل جدارة واستحقاق رئيسي اللقاية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولجابر بن سالم بن فاران. على هذه المؤسسة الكبيرة، مؤسسة أم الزبار، هناك المحمية غير، والإنتاج في عاي بي إنتاج مميز فاخر فاخر 100%. هذه النوعيات التي تقدمها هذه المؤسسة، وبمتابعة من رجل الخطوط النهائية زيد بن محسن، أحد الشباب القطريين المميزين في هذا العالم الساحر، انضم مؤخرا الى هذه المؤسسة العملاقة، اليوم يحصل على الشوط الرئيسي متابعا لهذا الفراع. تهانينا تهانينا لهجن ام الزبار، وتهنئة خاصة للمضمر زيد بن محسن بن علي بن نديلة على فوز فراع بالمركز الاول. المركز الثاني المركز الاول الكامله وعبله عبله والكامله، الامتار الاخيره ما بين شعار هجن الشحانيه وشعار هجن ام الزبار، الكامله وصدمه صدمه والكامله، الامتار الاخيره الامتار الاخيره ما بين الكامله وما بين صدمه، هجن الشحانيه وهجن ام الزبار، هجن الشحانيه وهجن ام الزبار. وايضا عبله تشارك، عبله مع الامتار الاخيره، عبلة مع الامتار الاخيرة، عبلة والكاملة، الكاملة وعبلة، عبلة عبلة عبلة، هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس الى هجن الشحانية على انتزاع عبلة لناموس هذا الشوط. المركز الثاني الكاملة، هجن الشحانية المركز الثاني. محمد بن خالد العطية، ولكن النادر 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 ينفرد في هذا التحدي الكبير كما فعل الفارع في الشوط الرئيسي. يفعل النادر بشعار هجن ام الزبار بقيادة زيد بن محسن بن نديله المري، رجل الخطوط النهائية، يقدم هذه العروض الخيالية مع هذا الشعار الكبير، شعار مؤسسة هجن ام الزبار. تحتكر اشواط القعدان، تهانينا الناموس لهجن ام الزبار على هذا الاداء الكبير، على هذا الانتاج الطيب، على هذا التحدي الكبير. النادر ينتزع الناموس ويحقق هذا الانجاز. تهانينا والف مبروك لهجن ام الزبار والى زيد بن محسن بن نديلة على هذا الفوز وانتصار. المركز الثاني مقذي لهجن ام الزبار بغياب خير، ولكن زمرة 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 لهجن الشحانية. الله يا الذهبي يقدم لنا زمرة بانطلاق ممتاز بأداء رائع، زمرة هنا على الصدارة لهجن الشحانية. الله على هذا الانطلاق والانفراد على الصدارة، مشكور يا الذهبي، مشكور يا ابو جابر. من يقدم لنا ايضا هذه النوعيات؟ يقدم لنا زمرة بانطلاق ممتاز بأداء رائع، زمرة على الصدارة. الله تغادر الجميع وتنطلق بناموس هذا الشوط بشعار هجن الشحانية. سلام زمرة، سلام سلام، هذا الأداء الممتاز. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة لسالم بن فاران المري. المركز الثاني
شعار هجن الشحانية ينطلق على المركز الأول، ولكن لبصير وهذا هو الفايز القادم في هذه اللحظات لهجن أم الزبار. غير ابن سعيد، غير ابن سعيد ليغير مجريات الأمور. هنا سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري مع انطلاقتي وتحديات الفايز، مع اللحظات الأخيرة، مع الأمتار الأخيرة، بنقول السلام مع الفايز ومع مؤسستي هجن أم الزبار. ومعك يا بن دلهم، سلام بن دلهم، سلام سلام الفايز، سلام هذا الاسم الكبير. تهانينا والناموس. أم الزبار بمتابعة بن دلهم يتابعها في التضمير. بن سعيد يقدم أيضا جديدة وانطلاقاته في هذا المهرجان هنا مع نبا على الصدارة، بينما أتابع هتان القادمة مع ثاني المراكز الهجن الشحانية. ولكن نبا على الصدارة، انطلاق ممتاز، أداء رائع، سلام لهجني أم الزبار، سلام على هذا الانتاج الفاخر. ومشكور يا بن دلهم، مشكور من قدم لنا نبا، قدم لنا الفايز، قدم لنا الأسماء. سلام نبا، سلام، تهانينا والناموس الهجن أم الزبار على هذا الفوز والانتصار، وأيضا التهانية لبن دلهم من تابعها ومن قدمها في هذا الشوط المركزي. هذه لحظات، لكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى البداية، إلى البصير. فاز البصير، فاز، انتزع الناموس، خطف اللقب، خطف المركز الأول، خطف قلوب الجماهير بهذا الشعار الخطير، شعار هجن أم الزبار وإنتاج مختبر درب، يتفوق بهذه الانطلاقة الجميلة بتقديم هذه النوعيات المميزة مع البصير الخاطف للناموس والمتوج والحاضي بالمركز الأول. تهانينا لهجن أم الزبار، تهانينا، نزفها لحمد بن محمد بن جرحب، تهانينا يا الداب على هذا الفوز المستحق وعلى تحقيق البصير المركز الأول واختطافه للناموس. المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل سنيار لهجن أم الزبار. المركز الثالث قادمة عذبة من هجن الشحانية برفقة البرنس، وهناك القحيدية في المركز الخامس من هجن الشحانية، ولكن العودة إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى البداية مع رقص الصدارة. ما شاء الله على أداء والحضور من شخصية بمقدمة الشوط على المركز الأول هنا مع الذهبي سالم بن فاران المري، يقدم لنا شخصية هو الريم في ثنائية ذهبية مع الشعار العنابي، مع الشعار الأدعم. الله 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 الله، مشكور يا الذهبي، يقدم لنا شخصية، يقدم لنا الريم في تحديات الصدارة مع المركز الأول والثاني. اللحظات المثيرة، سلام يا شخصية على هذا الأداء مع هذه اللحظات المثيرة. سلام 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 إلى هجن الشحانية، وشكرا للذهبي سالم فاران المري، المركز الثاني من وصلت الريم من هجن. الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل، وخامس المراكز البصير هجن أم الزبار سالم بن سعيد بن دلهم. ولكن أعود إلى البداية، الله يا صامد، صامد صامد صامد، انطلق ما شاء الله على هذا الأداء المميز صامد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني حمد بن طالب الجربوعي، يتقدم مع صامد مع الانطلاق المميز. بن عمارة تواجد مع صامد، هنا صامد مع الفوز والانتصار لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني وحمد بن طالب الجربوعي، يقدم لنا صامد تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني على فوز صامد، ونهني حمد بن طالب الجربوعي من قدم لنا صامد. الشبل جابر بن سالم بن فاران مع المركز الثالث، المركز الرابع قادما سجام لهجن أم الزبار، يضم محمد بن برقان بن مقارح
ولكن صدارة الشوط المركز الأول راوية، راوية مع الصدارة تحقق الناموس والانتصار بشعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل، من يقدم لنا هذه الانطلاقة المميزة، يقدم لنا هذا العرض الجميل هنا مع انطلاقة راوية بشعار هجن الشحانية تحقق الناموس والانتصار. مهدي هجن الشحانية هذا الناموس والانتصار بقيادة البرنس جار الله بن عقيل، يقدم لنا هذه النوعية المميزة التي تمتلكها هجن الشحانية. سلام هجن الشحانية، سلام، تهانينا للبرنس جار الله بن عقيل من قدم لنا راوية، بينما المركز الثاني كان الوصول من انسجام. المركز الثاني هداج وفجاج وانطلاقة هنالك قرم على المركز الرابع، ولكن هاجد على البداية وعلى الصدارة، فجاج على المركز الثاني، جميل مع المركز الثالث، المركز الرابع وهو كفو وهاجد وفجاج والأسماء القوية والكبيرة، ولكن هاجد يا المدهش، هاجد سالم بن عامر المدهوش يتقدم على البداية وعلى الصدارة الأولى. هجن الغرافة تنطلق تثبت الوجود وتحضر بهذا المستوى الأغني، ألن يقتاني نوال في مبروك المركز. وامال اللحظات الأخيرة، الأمتار الكبيرة بتحركات آمال، هنا مع هجن الزبار المتابعة من قبل الصارم محمد بن بخيت بن برقان، من يحقق هذا الفوز وهذا الانتصار بكل جدارة، بكل استحقاق، بكل افتخار، بكل اقتدار. مهدي جماهير هذه المؤسسة الكبيرة هذا الفوز وهذا الانتصار. شكرا يا محمد، يا بن بخيت، يا بن برقان، يا الصارم، يا من حققت هذا الفوز وهذا الانتصار بكل جدارة وبكل قوة وبكل اختبار وبكل انتصار. المركز الثاني حضرت مع ثاني المراكز الداودية لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. برقان المقارح قادم مع السعد في هذه اللحظات، 500 متر خيرة نهائية ما بين هذه الثنائية المميزة. هجن أم الزبار تنطلق على البداية الأولى مع ميدان والسعد، ولكن السعد انطلق هجن أم الزبار، محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح أداء مميز مع السعد، حط عليه رقم واحد، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله أوه يا السعد، الله، تهانينا من هذه اللحظات. أزفها لهجن أم الزبار وإلى المضمر محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارع بطل هذا الشوط مع السعد، تهانينا والف مبروكة، هذه لحظة وصوله معلن من خلاله هو البطل. المركز الثاني ميدان هجن أم الزبار ناصر بن حمد الشوان الهاجري، المركز الثالث الأسماء، خامس المراكز القادمة والمنطلقة مع خامس الأسماء وصلت لقى، ولكن أعود مع البداية والانطلاق الأول، وضوح غيرت وانطلقت وضوح. هجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان يتقدم مع البداية مع الانطلاق الأول، وضوح من الجانب الآخر مكيدة ثالث المراكز، هنا شهبار قادمة ولا، لكن أعود مع وضوح مع الانطلاق الأول. هجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان يتقدم الصارم مع وضوح، تهانينا والناموس لهجن أم الزبار على فوز وضوح، ونهني محمد بن بخيت بن برقان. ثاني المراكز وصلت هنا مع ثاني المراكز يهجن أم الزبار محمد بن برقان بن مقارح، ولكن خلاص هنا المركز الأول، الصدارة، الانطلاق المميز، ما شاء الله، طماع مع البداية، يطمع بناموس هذا الشوط، يحقق الانتصار. مهدي هجن أم الزبار هذا الناموس
والانتصار بعرض مميز وكبير مع الأمتار. على خير يا سلام. حمد بن محمد بن جرحب، من يتابع لنا طماع هنا من مشاهدين الكرام، يخطف الناموس والانتصار مع الأمتار. على خير يا سلام. اجرم الزبار هنا تأتي بطماع تقدم هذا الأداء المميز والكبير. تهانينا لهجرم الزبار، تهانينا أيضا لحمد بن محمد بن جرحب من قدم لنا طماع. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان الوصول من رداد لهجرم الزبار. على هذه الانطلاقة غيرت إلى البداية، انطلقت إلى المركز الأول الخزامة لهجن شحانية بقيادة برنس المضمرين، بقيادة راعي الدوحة، بقيادة أبو محمد جار الله بن محمد بن عقيل. ينطلق على البداية وعلى الصدارة الأولى، يتواصل بالمركز الأول جار الله بن محمد بن عقيل ومؤسسة هجن الشحانية تقدم لنا هذه الانطلاقات القوية والكبيرة، تثبت لنا بأنها متواجدة متقدمة تأتي في مثل هذه الانطلاقات الجميلة والرائعة. المركز الأول الخزامة لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل، المركز الثاني ابتسام الحوحلة وحرابها تلقى بعضلة وتستطيش، مبرومة العضدين والساق انحلى. الله يا سلام يا حضور شديد لهجن أم الزبار وناصر بن حمد الشهواني، أوان لهجن الشحانية البرنس بن عقيل من يقدم لنا أوان. هكذا هي أوان من تنطلق في آخر الأمتار بحضور البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، يواصل تألق هذا المضمر الكبير في هذه الفترة الصباحية. هنا أوان لهجن الشحانية من تحقق هذا الفوز وهذا الانتصار. يا سلام يا سلام، هذه البطلة من حققت هذا الانتصار، أوان لهجن الشحانية وبمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل المركز. يأتي بالأداء المميز، يأتي بالخبرة بالخبرة خبرة خبرة خبرة. الله الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. راحت صولجان، طارت صولجان 400 متر أخيرة. صولجان أدائها المميز، هجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري يقدم لنا صولجان الحاضر أيضا رهف، ولكن خلاص غادرت صولجان، راح الذهبي، راح إلى المركز الأول إلى مكانه المعتاد الذهبي سالم بن فران المري بطل وأداء مميز. تهانينا لهجن الشحانية على فوز صولجان ولمضمرها البطل الذهبي سالم بن فران المري. المركز الثاني رهف هجن أم الزبار سالم بن سعيد بن دلم الهاجر. المركز أنا أشهد أن منطر بغنى وغنيت أنا اليوم ترباني رجل الوطن ما دخر غنى منا منا أن العمر غاني يا ما كتابنا ولحنا في الدار عذبتنا الحاني من دونها ما تحصنا في حق